يقول أخونا من الإمارات وهو أحمد عبد الرحمن: ما هي علامات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وهل يوجد فرق بينهما؟ لا فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فهي طائفة واحدة، هي الناجية وهي المنصورة. الناجية من عذاب الله من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: افترقت وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. سموها الناجية لأنها سلمت من النار التي تقع فيها هذه الفرق، وهي المنصورة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الأوصاف تجتمع في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وكذلك وصف الثالث وهم أهل السنة والجماعة، كلها أوصاف لفرقة واحدة، هي الفرقة التي كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المنهج والعمل والاستقامة، هذه هي الفرقة الناجية. فمن أراد النجاة فليكن مع هذه الفرقة وليلزمها وليسر على نهجها وخطها. وأوصافها كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون على الحق وعلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنها تعمل بالسنة، وأنها ترفض البدعة والمخالفات وأهواء الناس ورغبات الناس، وإنما تقدم ما صح في الكتاب، ما في كتاب الله وصح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعمل به. هذه هي أوصاف الفرقة الناجية في القول وفي العمل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.